كم مرة بيجي وقت الرياضة ومنحس حالنا ما عنا طاقة، ولا مرة فكرنا إنه السبب هو نظامنا الغذائي؟ الشيف جوزيف اليوم رح يعلمنا كيف نعمل أكل مليء بالطاقة، ورح يكون معنا المدرب العالمي مادو خالد ليعطينا الكثير من النصائح. شيف، طاقة؟ طاقة وسبور، بتعرفي على طول الوجبات قبل الأكل. ايه قبل الرياضة، هلا هيدي هي الحلقة عن الرياضية. انت لك الأكل يا شيف. ايه أنا بهمني الشقفة منها الأكل. ايه للأشخاص اللي بيعملوا رياضة، هلا الهدف من الرياضة شو هو؟ بعدين بنشوفه مع الضيف. المدرب مزبوط. ايه بس بتعرفي في أشياء في اسمه بري ورك أوت، في أشياء اسمه بوست ورك أوت، يعني أكل بياكله قبل الرياضة، أكل بياكله بعد الرياضة حسب الهدف من الرياضة. اوكي. شو هي؟ كبد عضلي، زغر عضلي، احرقات. 100%. فنحن اليوم هلا عم نعمل شيء اسمه بري ورك اوت، قبل الرياضه شو لازم ناكل. اوكي.